والموقف من قانون العدالة الانتقالية. ثم تطورت الفكرة إلى طرح قضية المناطق الوسطى أسوة بالقضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني، وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة وغيرها من القضايا. عقد اللقاء التشاوري الثاني الموسع للمجلس الثوري لأبناء المناطق الوسطى وملتقى أبناء المناطق الوسطى بمدينة ريم في محافظة إب بتاريخ 15/3/2012 تحت شعار نحو طرح قضية المناطق الوسطى في مؤتمر الحوار الوطني وقانون العدالة الانتقالية. يعتز اللقاء التشاوري أي اعتزاز بالثورة الشبابية الشعبية السلمية وبنضالات وتضحيات أبناء المناطق الوسطى في سفر النضال الوطني، بدءا من استشهاد قائد ثورة 26 سبتمبر المناضل الشهيد المرحوم علي عبد المغني، مرورا بالآلاف من أبناء الشهداء والمناضلين، وختاما باستشهاد الزعيم الوطني الكبير جلال الله عمر شهيد الديمقراطية والتسامح السياسي. ثانيا، يؤكد المجتمعون أن قضية أبناء المناطق الوسطى هي قضية سياسية واجتماعية، وأن تجاهلها من قبل القوى السياسية والاجتماعية أمرا لم يعد مقبولا بعد اليوم. وفي هذا الاتجاه يرون أن توضع هذه القضية على طاولة مؤتمر الحوار الوطني كغيرها من قضايا الوطنية الأخرى دون تلكن أو تسويف. سعد أحمد عبد الله رئيسا، الشيخ علي يحيى الحدي، خالد أحمد علي السلامي، دكتور عبد الصالح الصباري، دكتور علي الطارق، اللواء محمد صالح الحدي، عقيد عبد الله الرشيدي. اللقاء تكليف قيادة المجلس الثوري لصياغة البيان الصادر عنه. كما أقر اللقاء التشاوري تشكيل لجان أخرى كل ما دعت الضرورة لذلك. الجدير بالذكر أن مجلس التنسيق يضم محافظة إب وبعض مديريات محافظة تعز وعدد من مديريات محافظة الضالع وبعض مديريات محافظة البيضاء وذمار وريمه ومارب وعمران.